avez nos modèles. Donc ici, c'est la taille classique avec 80 grammes de viande. Et à côté, vous avez les XXL. Il s'agit de la même taille des pains, mais vous avez les doubles de viande, deux couches de viande. Là, vous avez les pains sans gluten et aussi les charbons. C'est un pain qui a plus digeste. C'est le charbon végétal. هي الفكره هي الفكره فكره يعني روليد لانتركوت محل ما بتنطر ساعه كرمال تفوتوا على المحل. محل ما دائما مفول. هالمحل اللي فاتح بيمكن 3 4 بلدان او اكثر عم بحط لكم كل شيء بقلب ساندويتش. الباجيت عظيمه، الصوص روعه، اللحمه طريه، والصوص شربتهم الفريت ريحتها شو هالريحه الحلوه. فعلا ذا التيميت ستريت فود، ذا اوت ستاندينج ستريت فود. لحمة فريت وصوص، واو. هاي تاني مرة and I super enjoy it. Super enjoy it يعني. وهي خلتنا نصورها والأجواء حلوة وقريبة على القلب. يلي بيعرف المحل بيفهم علينا. انتو بتقعدوا بتاخدوا الصحن وبتصيروا تغمسوا الخبز بقلب الصوصات راكبة. بتكونوا بعد عندكم شوية فريت بتقولوا لها مدام فيك تحطي لي شوية صوص على الفريت راكبة. اللحمة اللي منطرة اللي كتير طرية وطيبة وما بتعلق وما بتجوش مشلشة راكبة. وأهم شيء إنه باجيت منا فرنساوية بتوجع الحنك. والصوص إبيسي إيسي إنتنس أرسل اللسان راكبة. شو هالاختراع عن جد؟ الوقت مقدس، 7 على قد منطرنا برا فتح الباب فايتين كلنا. هون بفرنسا معلش يعني بحبوا النطره بالصف. اذا ما في نطره بالصف يعني المحل مش منيح، بتتعود على هذا الموضوع. العشاء وين اليوم؟ عند بان فان فرماج. العنوان بيحكي عن حاله، ما بده شيء. رح ناكل خبز ونشرب نبيد ونتق الجبنه ستريت فورورد، وتطلع ريحتنا جبنه. تعجبت اخبركم طلع لكان عنده محل فوق وعنده محل تحت. تحت بالعقد محل ما هيك ريحه الجبنه بتعبي وبتعبي منيح. مش عم بنتقد يعني، بس انا عم بتخيل ريحه المحل كثير حلو. بنبلش بالكارت. عندهم بيض اكيد 3 4 5 هول هن. وعنده فيكم تنقوا جبنه من حيال بلد بالعالم، قوي خف خف واتسترا. بعدين عنا الفوندو، بعدين عنا الانتري، عنا الركلات. It's gonna be a winter dinner. Fromage blanc, gourmandise. Yeah, we'll let go and enjoy. طيب ايه الفكرة حلوة اكيد، جبنته عظيمة روعة، الراكلات فوندو اكل نويل، بس الشوب مش مسموح. كمية الشوب اللي تحت شوفوا عم لمع،
عبقنا ليك قديش محمر، فهربنا قبل ما نخلص. كان عبالي ديسير، ما اخذنا ديسير. طلعت طاولتنا تحت الارض بعقد، ما في اي سي، ما في هواء، خنيق. فبنصحكم ترجعوا وقت الشتويه الاسيه، ساعات بتكون حراره برا صفر، تعوا بالتي شيرت، تعملوا تحت سونا رائعه على القد وبتفلوا عن جد. فلا خلينا نحكي مزبوط، الفكره حلوه، الجبنه حلوه، اللحمته مهمه، الشاركوتري مهمه، عنده جود كواليتي، بس القعده مش مسموحه. اول شيء ناس مع بعض ضج كتير، ملزقين ببعض، يلي شفتوه تحت حلو كتير، بس هي بالاخر مش بس الاكل، هي الاكسبيرينس. فالاكسبيرينس ما بعتقد برجع بعيدها. anyway هيك بيخلص النهار. كان سيال، كان تمشيه سريعه، كان اديتنج، كان نهار طويل بس كتير خلص بسرعه. بكره سيربريز، حلقه بكره بتبلش بكير بتخلص مؤخر. عندنا ترويقات، عندنا غدا، عندنا فود هوبينج اند ديسكفريز اول اكروس. نهار كتير طويل بكره. يلا جود نايت، سي سون. Good morning. بالتروازيام اروندسمون وعي بكير، بيريز عم توعى وانا لازم اتروق. رح حط على جوجل مابس بست كرواسون اراوند مي، بست بريكفاست اراوند مي، وجرب وقف وقفات ورا بعضهم. نهار كتير طويل بين ترويقه وغدا، اليوم رح اعمل ليستا طويله الاشياء الطيبه او لا يلي فيكم تاكلوها بهيدي المنطقه. نحن حد سانتر بومبيدو، نحن حد ليال، وحد كاستي والدوكان. كروسو منبلش. منبلش بهيدا ان بان شوكولا، ريحته حلوه. نحن اللي بنسميه كرواسون شوكولا، هو اسمه بان او شوكولا، ما اسمه كرواسون. فليكي فيري فريش لودد دارك شوكليت باتري ناتشوي، طعمة الزبدة، ما في طعمة سكر. مشغول صح، وما شكله مجلد ابدا. هاي بلشنا صح. مهضومة جوا، استقبالها حلو، عاملة أفرات بتاخدوا ثلاثة بثلاثة أورو أو شيء، أفراتها حلوة. كرواسون بير لذيذ، خفيف، طري، إير بابلز مظبوط، ريحته حلوة، طعمة الزبدة بالآخر كتير حلوة. جود ون.
حطيت على جوجل مابس best croissant around me، في حدا من الكومنتس حاطت انه لازم اجي لهون، محل مبين شوي كان نقول شعبي مع هيدا الديكور اللي برا والساندويشات اللي برا، بس بلفتوا النظر ما في واحد ما يوقف، ساندويشاتهم كتير حلوين جوا، الالوان حلوه، الريحه كتير حلوه. حد شتلي لي قال it's a good stop enjoyable. البولانجري وراي كتير حلوة كتير كبيرة، كمان جوجل مابس وصلني عليها. تلفت النظر أول ما واحد يفوت بين مطعم بين كافيه الباجيت والديسبلاي كتير حلو. قررت هون أخد كروسان أوزاموند، ساندويشة إيسي كتير يعلق ثقيل سكر، انه تربيقه بتشبع، بس مش هيدا الفاين تيست اللي انا عم فتش عليه. سوري انا عم جرب افهمه، ناقصه خفيه، ناقصه زبده، ناقصه هواء، ناقصه اقل هيك كبس على بعضه. بعتقد كان مجلد لانه الشقفه التحتانيه ملبوده لبد. كريم ايه، اغلى من غيره اكيد. يعني good enough تا ما نظلمه. كنت ماشي على الطريق وقفني إليه، قال لي انا ومرتي بنحضر لك كل فيديوهاتك، إليه من لبنان بس خلقان هون ما بيحكي كتير عربي مشان هيك ما راح كتير رنني يحكي، بس قال لي فتح صيدليه رائعه طابقين. واو، اذا كنتوا هون اعملوا له زياره بيستاهل. جود جوب، ثانكس. يعني القصص everything happens for a reason. إليه جودي او ابو جودي عامل شيء كتير حلو، طابقين رائعين مرتب فل. نحن وين؟ نحن قدام السماريتان، فإذا كنتوا هون تعالوا اسألوا عنه. بدكم تاخذوا أدوية على لبنان، خبرني هلأ أنه عامل اكتيفيشن ب 2020 مع كوكو، أخذوا أدوية على لبنان وغيرهم. لوفلي، يعني القدر هيك بده. طيب نحن وصلنا، مش وصلت على الطريق قدام بالسماريتان، وقفت قدام إرنست. It looks nice. هيدا ندوق شو عندهم. طلعت الخبرية انه ارنست هو المحل تبع اريك كايزر، محل تاني اللي عمله لابنه، اذا وصلت الخبرية مزبوط. ديعان هيك اسم اشتغل هالقد بهيك موصفين.
ما حدا بيضحك، ما لهم جلادة. واحدة عيطت ما تصور، ما بعرف شو هالهبل. anyway خلتها مثل ما هي. بس الحلو كتير، ومحل كتير حلو اساسا. كنت فايت اكل كروسان، طلعت اكل شيء تاني لانه بيلفت النظر. طلع عبالي ارجع عن جديد، الجاتويات كتير بيشهوا، البابكا الديسبلاي تبعهم رائع. في كتير اشياء طلع عبالي انه هول هن. تنبلش لفتها حلوه، ريحتها حلوه، وفرحتها كتير حلوه. ريحه خميره كتير 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 حلوه، ريحه نبيد، ريحه جامبون حلوه، ريحه جبنه حلوه. واو. ان منحبه او ما منحبه لهذا الزلمه، ان في ناس عندها افكار مثل بيقولوا بول انه كتير كبير ما منحبه، او اريك عايزر كتير كبير ما منحبه. صارت حدا بيكبر مش يعني منيح او مش منيح، هذا غير موضوع. هاد هون بهال بولانجيري صغيرة الصغيرة المهضومة عم بيعمل شغل كتير حلو. اساسا خبزتها كتير مهمة، لفتها كتير حلوة. اخدت وحدة شوكولات، وحدة تشيز اند هام. ريحة الشوكولا حلوة كتير، نوعية العجينة كتير مهمة، نوعية الشوكولا كتير مهمة، قرشة الناتس اللي بقلبها عظيمة. هل وقفة بونس؟ أنا ما كنت عمل حساب. عم بمشي بريو دو ريفولي اللي واحدة من أطول شوارع فرنسا، اللي بتبلش هون وبتخلص بالآخر آخر آخر على أول الشانزليزيه من تحت. وبهيدا الشارع كنت رايح على باتيسري بالآخر، هلا موصل عليها وقص طلع قدامي. ريكومندد. لا هيدا أحلى ستوبس اليوم، وأكيد أكيد الكروسان تبعه طيب. عم شور رح أرجع لعنده غير مرة. ووقفت فارماسية حي قدامي بعد كتير مبسوط فيها عن جد. برافو 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 برافو. هو السؤال الصعب، وين بدنا ناكلهم؟ ما في طاولة، ما في شيء. فلقيت موتو صافي على جنب الطريق وحطيت عليه اغراضي. اول شيء بلفوها بالومنيوم تضل سخنه، سخن لي اياها شوي. كيش لورين. الحلو بهيدي الباتيسري اول شيء الاستقبال حلو كتير، صورت انبسطوا ضحكوا نكتنا. ورا في مطبخ مبين منه شوي، في تيم كتير كبير عم يشتغل ورا، كل شيء بنعمل فريش هوم ميد، حاطين انه بيو. الكيش لورين اللي بحبها كتير، اللي معمولة من جامبون بيض. سوبر كونفورتينغ. بتفهموا علي صح بقول كونفورتينغ؟ يعني هول الأكلات اللي بيرفوا القلب. هاي طعمة البيت، تيتا، طعمة الأكل الطبيعي الغني. هاي اول وحده. تاني وحده هي الايتشي، لفت لي نظري رولو معمول من جبنه وسبانغ. صورت لكم اياهم جوا. سوري عم جرب لحق اعمل كل شيء. وحده سخنها كتير لفت فوق الومنيوم. رولو شوي مثل المبروم اللي عنا، بنحطها مع سكر مثل البقلاوه.
طب بين ريفولي واللوفر شارع صغير باتيسري او بولانجري صغيره عندهم اكلات عظيمين وبيفتحوا الساعه 6:45 الصبح يعني اللي بيوعى بكير على عتمه في يجي يتروى عندهم لان بقيه المحلات كله على الطريق بيفتح 10 وبيفتح 11 وبيفتح 12 جود جوب very good job بس انا تنبلش رح كفي هيدا طلعوا قدي سميكة طلعوا قدي غنية من تحت في شي 12 لاير من فوق مدهونة مزبوط سكرامبلد اكس روعة شقف بيكن بيقرشو amazing super amazing الاسم حلو بس المحل ما كتير نظيف عجبتنا هيدي فرجيتكم اياها يلي هي الاكلير قلنا منجربها مندوقها ومنشوف شو وضعها عجينتها مثل ما شايفين بالايد طريه ما كسرت خلينا نسامحهم بالبراد الوسخ يمكن ما لحقوا ينطفوه بعد هذا الشيء كتير قوي كتير قوي العجينة طرية فلوفي الكريم توب التينات اوف ذس از فيري جود سو جورمانديز مزبوط اسم على مسمى يعني بس لو بيرتبون شوي وبيزبطون شوي والاكلير ببين فريش اكثر وبالراد بيكون منظف اكثر بقيت تحت الكريم والفانيا على ايدي حلوه كثير مثل البارفان طيب انا برمت عيوني وطلع قدامي جان بول ايفان شوكولاتيه من الكتير معروفين وكتير مشهورين طلع عنده كم جاتو ديسبلاي ليش لا؟ هل تنجرب هول بدهم شوية اهتمام زيادة فقلنا منقعد ومنقعد بشتغل فيهم عروة أول وحدة اسمها لبوم دو تير تخيل فتت على محل شوكولات طلعت قلت شي شكله مثل البطاطا شو حاطت بقلبها؟ رح نكتشف هيك مثل ما هي How innovative. أول شي quality of chocolate عنده ما بينحكى فيها. مثل البول بول جاتو بول شوكولا يلي بنعرف من احنا وصغار اللي هو بيقولوا انه هو بقايا الجاتويات هون اكيد مش بقايا. بات دو سيكر من برا. بات داموند. Oh amazing amazing amazing. دي على اساس هيدي هي وفالل وخلص خلصته ماشي. وقت شفت شي اسمه لو ماك ارون مش ماكارون لو ماك ارون جاتو الملوك مرانج فرفطت قرقشت عم بحسها تحت المعلقه شوكولا من برا
chocolate chips all around. And then من جوا مثل ال... يعني مكونات المون بلان اذا بدكم. اوف ليش؟ مورينغ من جوا من برا بس في شوكليت لاير اول اراوند فيري دارك انتنس شوكليت. هي اللي بتعبي التم، هي اللي بتعبي الراس، هي pas de succès. Enjoyably sticky. Enjoyably powdery. يا ريت فيني صور لكم العصافير كيف عم بطلعوا فيه. يا ريت. يصير معي صيبة عين من العصافير بس. اوكي. منكفي من بعد ما نعمل حفلة تنظيف نصب كلنا شوكولا. مشوي طويلة وقفة سريعة وصلت على سان جيرمان طالع على بالي كريب بس صديقي خبرتكم عنه على بكره اللي ما بحب يتصور قال لي لا نوقف ناخذ بيراية بنخلصها وناكل كريب. كريب من ايام اللي كنت اجي لهون وادرسه، كريب من ايام زمان، كريب يلي ما بنسيها، كريب اللي ما بقفيها، كريب اللي فيها ايموشنال اتاتشمنت اكثر من انه سوبر طيب، كريب يلي كثير طيبه يلي بتنعمل لايف، يلي رقيقه، يلي نوتيلا فيها كريمه، يلي موزه كامله بتاخذ، يلي جراند مارنيه بقلبها بيعطيها كل الفرق، كريب يلي اول فيديو صورته لها جاب 1,400,000 فيو بيستاهلوا. هيدا الدكان الصغيرة لحد المكدو اللي ما بيضحك يلي يعني مش هخبركم أكتر من هيك. فيكم تحضروا الفيديوهات القديمة اسمه جينيا وبعد كل شيء وقد ما كون جوعان هاي بتعبي الرأس.
باكيت تبع توجيع الحنك. في عندهم مع جبنة وعندهم بلا جبنة. دليل جيل لحمة. شو بدنا الخبز؟ كان لازم ناخذهم كورنيه. هيدي اللي حق الفخذ مريت بيوصل ل 2000 و 3000 يورو. ساندويتش بسفركم على اسبانيا. شو عندنا الفيرست ليفل وعندنا الباتا نيجرا. هون شو اللي بعده؟ هون تغيرت المعطيات. هون لمعته تغيرت. هون خبزته تغيرت، وقفته تغيرت. هون تغير كل الموضوع. هون ما بقى في جبنة، هون صار في بيور بورك فات. حقه مرتين أكتر يعني. أوكي بدكم تجوا لهون خذوا هيدا بس هيدا. شو يا نور شو بدنا نتعشى؟ شو بدنا ناكل؟ أنا ها مش أكل شيء كل النهار أبداً. بعرف ليلالي ولو؟ أبداً. خفص المحل؟ خفصنا. طيب شو بدنا ناكل؟ باكل يعني هلا عن جد باكل بنبسط بعشاء. خلص لك أنا لزمك صيني. أنا صيني. صيني؟ إيه؟ بلحق؟ يلا بلحق. تفضل تابعونا خليكم معنا. أنا وراك. دمت كيف؟ طلع براسي محاس سوشي كتير طيب. وفل؟ خلينا؟ يلا هلا تنوضح. نحن هذا المحل منحبه كتير كتير. تشاينيز من هول اللي نحن منحبهم يلي هن الصينية بيجوا بيكل عنده. السيرفيس كله صيني وقراجي. نحن عاملين عنده ريفيو وحطين له 5/5 بس ما بعرف شو صار معه. يا أخي تذكرت مطعم كتير طيب سوشي ما بفلش هيك هفت على نفسي السوشي هربنا. سوشي ما حدا سأل يعني بس سوشي سوشي.
خلصنا. فيني خبركن مع نهار تقريبا فيه 17 وقفة من الساعة 8 الصبح للساعة هلأ 10 بالليل. واو، مثل ما قلنا أكثر من 17 وقفة، ترويقة، غدا، هلأ عشاء. What a day. إن شاء الله بكرة يكون في عنا إنرجية تنعمل زيت شيء. آخر وقفة يلي هي السوشي، ما قدرت أحكي جوا عن ضجة كتير وعجقة كتير. بدي أقلكن أنه سوشي كوميرشل ما فيهم طعمات كتير، كلهم عزتلهم سوي صوص، مع أنه أنا ما بحط سوي صوص مع السوشي، عجقة نصف بعضها، بس هيدي هي يمكن الكواليتي اللي بيكلوها. ما بعرف، ما عم بقول عاطل، إنجريدينس مرتبين، الزيت منن سويت، ما في كتير مايونيز وتخبيص، يعني بس أفريج كونفنشن. كنا شخصين، كاسين نبيد، سعر أكسبتابل، وهيك بيخلصنا. أنا عم أتمشى على البيت، إديتينج، تاني نهار ببريز، تالت نهار ببريز بيخلص، نلتقى بكرة بنهار جديد، وإن الله راد بعد بكرة بيفتح الفرن، والسبت بكون ماشي تحضر حالي لسفرة جديدة اللي هي كندا. NGNO World Tour باريس من كفة. Good night. جايين فرادة كبيرة اليوم طبعا العصير، لأنه على فنتان هيسلمونا الورشة بس ما اليوم. تحدي وبده ينربح، تحدي وبده نفتح اليوم، تحدي شايفين الورشة، الشباب عم تشتغل 24-24 ما في رياح، لأنه التحدي وقال لهم الشيف بده يفتح اليوم، بده يفتح اليوم، خلصت. رح تشوفوا هون وراي على فتت على يمكن شي 30-40 متر لورا، واحدة من أحلى الأفران، أو واحدة من أحلى البيكريز، أو واحد من أحلى الأفران اللي بنقيش بفرنسا، رح تذوقوا منقوشة بفرن غير شكل، جاية من إيطاليا بأجواء رائعة. هيدا الكونكوار. تعال خبركم أكثر من هيك، كل هالتفاصيل أكثر، شوفوا الديكور، آخر شوفة أو منظر قبل ما الورشة تتسلم. نلتقى يمكن بعد الظهر أو بكرة. الحارة عم توقع مثل ما شايفين، البراد عم بيوصل، الفرن عم بيركب، الدكان فتح، الشاورما عم بيحضر حاله، 11 ببلش او 12 شوي. انا طلبت منقوشة صاج لانه جعت، وهيك الحركة الحركة. هيدا الزلمة اللي وراي بحب كل مرة اجي له مرسي، لانه بيعمل شغل كتير حلو، منقوشته كتير طيبة. رح تشوفوا هلا اللبنة، الزعتر، عم بيعمل خبزة غير شكل، وخبزتهم سوبر سبيسيال. برجع بذكر، منا صاج، منا منقوشة، شي بالنص اسمه غاليت، من اختراع ألان. بلعت بريق، اشتهيت. وزعترات جايين من لبنان، من لبنان، يس. ومين طلع بوجهي هون؟ تذكرتوا؟ رح أذكركن من البربارة، بيت البربارة، هذا الزلمة رالف هون على الوصلة. شو بنقول له؟ مرحبا. ما من طعميه كرواسون، من طعميه منقوشة زعتر وصاج ولبنة. قعد قعد يا حبيبي، قعد، وصلت المنقوشة، قعد. ليك رح فرجيك، انت رح تحكم منقوشة صاج وين اكل منقوشة صاج. هيك لبنتها، زعتراتها، خياراتها، خضرتها. تعال قرب نور، ما في مشكلة، قرب تفضل. مش انه انا بدك، انا مش قليل الاحترام تبلش قبلك، بس تفرجيك كيف. طلع
هيجي هيك لازم توقع لبنتها وين ما كان وتتل الدنيا وتحس بقرشتها وزعطاتها بنتبه يمكن تدمع رالف يمكن تدمع يمكن تحس بشيء جديد احساس انه لبنان اشتقت لك حضر حالك تفضل انا ما عبالي غير ذوق طعمة لبنان بشوارع باريس اف شو طيبة اف شو طيبة اف شو طيبة شو رائعة هاي الحارة عجل كاميونات نيريارات زمامير بسكليتات تفضل تفضل I'm loving it. زعتر أصلي. وجهك عم بيحكي وجهك عم بيحكي. زعتر أصلي. تفضلوا. حول نزال. نزال نزال حول عم تروح حول. تخلص الورشة اليوم؟ دوك صحتين دوك صحتين. ليك ما تتركك تكون تاكل لكي من عودنا هالعودة هاي 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 منيح اوه ماي جاد واو طلعوا رقتها Oh my god. Amazing. القهوة القهوة على الموضة سبيشاليتي كوفيز وين ما كان المكنة وبعدين بدها شوية ماركتينج بدها ألوان بدها باكيجينج and so on محل اكتشفناه بشارع ما بعرف وين اسمه دو كوفي انسبيريشن يابانية ما بياخدوا كاش بس على الكارت في تابلات انتو بتقرروا شو بدكن وكيف بدكن قهوتكن وشو بدكن معه واز طلبنا ماتشا تي ما بعرف شو طيبة and enjoyable هذا الشارع لذيذ رأى بلكم شو اسمه بعرف في wild and moon قاطع فيه قبل هلأ تذكرت أكلنا هون Argentinian food interesting في شغل لكل حدا بباريس إذا بيعرف يشتغل في ناس وين ما كان بأصغر الشوارع وأكبر الشوارع في شغل للي بيعرف يشتغل صح هيدا اللي عم بكتشفه نهار عن نهار من ثلاث جميع ساعة كنت هون قطعت بهذا الشارع وشفت مينيموم 200 زلمة ناطر دوره تيفوت ياكل كوكي ما فهمت ليش وقتها رحت رجعت رجعنا شفنا 200 زلمة تانيين كان وقت الاوبننج وقتها كانوا عم بوزعوا ببلاش واز اليوم ثاقبت ما في حدا قلت خي من دوق عنده كوكيز بيعملوا لايف الفرن جوا فلت بنوتيلا كوكي طبعا البيت اسي مش عاطلة هيت تندوق التاني قبل ما اعطيكم رأيي هاي تاني وحدة روشي عليها شوكولا او نوتيلا شوكولا بعده سخن بقلبها محشية وطرية والشوكولا عندهم ما عم بينشف عليها
كرانشي هيزل نوت. This one is good. Very good. هي سخنة سوبر طيبة. كرانشي بسكت منه ملبد منه قاسي ما بيكسر مثل البسكوي. أكتر كرامبلي مثل الكوكي. أنا لقلي بده هيك شوية رخيوة أكتر بس عظيم. عظيم عظيم. نوعية شوكولا على الوجه طيبة كتير. هاي إذا بتلحقوها هي وظهرها من الفرن توب. بدها هالقد وقفة نط 200 شخص قدام المحل أكيد لا مشان هيك اليوم ما في حدا. طيبة إيه. فتحوا ببيكان رجعوا هلا فتحوا بباريس وحلموا يصيروا فرانشيز أول كروس دو جلوب. وهي طيبة. تعطى غنجر. وهنحط البلاك بين صوص اللي بنعملها نحنا بنعملها بنبلش بالفرمنتد بلاك بينز بنعمل بلاك بين صوص بنحطها هون نحطها مع سبايسز وبنحميهم شوي وبس يكونوا شوي حميهم بنحط زيت كتير حامية 160-180 درجة تقريبا بنحطها فوقه هلا بتشوف بيعمل بريزل بيعمل هيك بيطلعوا كل الأرومز من السبايسز وبنخليه شوي على النار هلا بتشوف هاي باتريك خوري انا من لبنان هون فتحنا من 3 شهور مطعم اسمه مارابوم تشاينيز ريستورانت انا كنت عايش فتره بتشاينا وقت كنت عم بدرس وقت كنت عايش هونيك في ديش حبيته كتير اسمه مالا سيانغو ما كنت لاقي محل من بعد ما رجعت من تشاينا ولا بفرنسا ولا بغير محل at some point I got pretty frustrated وقررت انه افتح انا مطعم اعمله انا لهالديش مالا سيانغو افتح مطعم وخلي الكل يستفيدوا منه سو نحن اول مطعم مالا سيانغو هون بباري وان شاء الله تحبوا شو بنعمل سو هذا المطعم كان لازم يفتح من سنتين بس اكيد من سنتين صار الكوفيد ما قدرنا نفتحه سو ان ذا مين تايم فتحنا غير مطعم كان اسمه توتو مالا هون بباري كنا نعمل جواباو هوم ميد باو بانز كانوا كتير طيبين سوبر فلافي ات واز لايك ذا كوفيد بروجكت والوقت قطع هيك شوي الكوفيد وارتاح ورجعوا البانكسي مولوا البروجيات قدرنا نفتح فاينلي مالابوم احنا اسمنا مالابوم مالابوم الاسم مستوحى من اسم المين ديش اللي بنعمله هون بالمطعم اللي هو اسمه مالا سيانغو سو مالا مالا ان مالابوم از فروم مالا اند بوم از ذا اكسبلوجن اوف تيست ذات يو غانا هاف وين يو ايت اور ديش مالا سيانغو شاني مالا سيانغو مالا سيانغو از بيسيكلي وات ات مينز ليترالي ترانسليتد اتس ا بيج ديش اوف فريجرنسز اند تشيلي ذات نام يور تونغ اند يور ليبس مالا ما ذا فيرست انغرام ان مالا is this feeling, this numbing feeling that you have on your lips and on your tongues when you eat Sichuan peppercorn. It's a very special sensation. It even has a word in Mandarin for it.
ولا is the chili. The mix mala is the mix of lots of spices, of which the Sichuan peppercorn, this one is the red one, and this one is the green one, and akid, the chili. So هيدا المكس, it's a very typical mix. It's the core of Sichuan cuisine, let's say. And mala is a very common prefix for many Sichuanese dishes, like mala xianguo, which is a dish actually inspired from Sichuan, but other Sichuanese dishes are mala tang, mala ganguo, and mala huoguo, which is known as Chinese fondue or Chinese hot pot. بمالابوم كل شيء homemade. نحن بنعمل كل شيء, we start from scratch. The sauce, the base, we started from scratch. So we know that it's 100% vegan. There's no MSG in it. We know exactly what's in it. هون قدامي في قسم من السبايسز يلي بنحطهم بالدش. So مثلا النوا دو مسكات, كانيل, باديان, الحل, البوليور دورانج سيشي, غرين دو فنوي, كلو دو جيروفل. وأكيد the star spice, the most important spice, the red Sichuan peppercorn and the green Sichuan peppercorn. كتير مهم هيدا شغلة, it's a very common mistake. في عالم بيقولوا أنا السيتشوان peppercorn ما بقدر أطبخ فيه, لا ما بقدر أكله. الدوزاج بين الريد والجرين كتير مهم, لأنه الريد Sichuan peppercorn is the more fragrant one and the green Sichuan peppercorn is the more citrusy one. So يكون عندك إكليبر بين اثنين كتير كتير مهم. Well, you're using it wrong, and that's why maybe some people say I cannot take it. Anthony, أنا نصيحة رح بنزلك تمك كم دقيقة بس كدوش واحدة من هودي. This is a green Sichuan peppercorn, so it's the more citrusy one. Wow, very interesting. بتحس بهار قاسي ببلش من ورا لقدام, مش مقدام لورا, بتصير زلعيم, بترجع ببلش لسان. Very interesting floral aromatic pepper. مخصصة بالبهار طبعاً, وبعدها هون يحني هون عم بنعمله زلعيم, في بارفان عم بيطلع من الزلعيم, يعني مثل واحد اخذ سبيرمنت بومبون. I love it. بدك تشوف الفرق مع الحمرة؟ حمرة هاي الحمرة, شوف الفرق هيدي, it's more floral, less citrusy, less freshness, more fragrance. هلأ فهمت عن جد, هلأ يعني هلأ بتصيروا تفهموا ليش هالأكل سبيسيال وشو هن الطعمات لواحد. بيوتيفل مع صحن لبنة. Actually الأشياء كتير some things that go well with Sichuan peppercorn, الشوكولا والفريز مثلا, any berries they go well with them. So مثلا Sichuan chocolate cake is an idea مثلا. نمى لساني literally نمى لساني, مثل واحد رش سبراي تبع البنج. Là en premier mes pâtes de haricots noirs qui ont fait nous-mêmes. Et là après les beautés de cette plat, toutes les épices. I love it. احساس لسان. I love it. شيء هيك very refreshing, بنج. I love the feeling. Meilleur moment qu'on infuse notre sauce avec le jus. سو هلا حطينا هيدا الزيت الحار اللي حرارتها الزيت يلي الحاره الزيت السخنه اللي حرارتها بين 160-180 درجة, بنحطها على السبايسز يلي محمينهم شوي, وبس تجي هالاويل هيدا الكونتاكت بين الاويل يلي هالقد سخنه والسبايسز بيطلعوا كل الاروماتكس من السبايسز, وهيدا الشيء يلي بيخلي الدش تو بي سوبر فريجرنت, which is the meaning of xiang in mala xiangguo, the name of the dish, the fragrances. هيك بيطلع هدول الفريجرنسز. السبايسز تبعنا بنشتريهم من اتوليه اسمه نومي هون بباري, it's a fair trade spice shop. So بنعرف انه the spices they're ethically sourced, they source them from the producer كمان, they're super qualitative and for most of them they're organic. بالمالا xiangguo usually in China you can control the level of chili يلي بدك فيه. In China there are three levels, little, medium, high.
نحن عنا سكيل شوي أكبر من هيك. It goes from 0 to 5. We created level 0. Level 0 ما منلاقيه بتشاينا. We created كرمال العالم يقدروا to experiment معنا السانجو حتى إذا ما بيأكلوا حاجة. So بالlevel 0 ما في حاجة بس في كل spices of which the Sichuan peppercorn. So you're gonna have that numbing feeling in your mouth and that freshness. بهيدا السكيل أول شيء نحن الحاجة بنحطه أي حاجة بنحط. It goes from 0 to 5. بنحط ال bird eye chili. It's a pretty strong chili. نشتري كمان مثل كل ال other spices من نومي لأتوليه باريزيان جوستومون. وهيدا the way we control the chili in the dish is the quantity of chili that we infuse in the oil. يعني نحن وقت نعمل الدش we infuse the chili in the oil يلي بنطبخ فيها الدش. And the higher the level, the more we're gonna put. So بوبش rappelle-moi, on met combien déjà de ces cuillères chaque fois? So هدول الفليكس نعمل هدول بنحولهم لفليكس. Et là pour le niveau 1, on met les petites cuillères. Et après pour le niveau 2, la grande. Et après pour chaque niveau. Pour niveau 5. Pour niveau 5, on met 16 cuillères. Chaque fois avec les niveaux, on double les piments. 16 cuillères comme ça. 16 cuillères. 16 cuillères. Ça tâche. 16. Ouais. Ouais. So the scale from 0 to 5, ça permet en fait que les gens qui sont habitués à manger en France, qui sont pas beaucoup habitués au piment, quand même, comme tu arrives en Belgique, tu nous dis, ils ont usually bierto 0 or 1 or 2, إذا بيحبوا الحال. بعدين 3 4 5 it becomes really really hot. It's for people أو عالم منا هون من فرنسا أو من لبنان يلي بيحبوا كتير كتير الحال. أو عالم من سيتشوان يلي it's an everyday dish لألون يعني. So actually in Sichuan نحن عنا 0 1 2 3 4 5. In Sichuan China level 4 is their smallest level. They call it little chili. Way la. تعال إذا فركت عيونك بهالإيد شو بصير فيه؟ ما بدي أعرف. هيدا جونج. It's actually from an architecture point of view, from a decoration point of view, هون بالمطعم ما بعرف إذا لاحظت ما في شيء بيقول إنه it's a Chinese restaurant. Like, y'a pas de signe ostentatoire chinois. There's only one هيك clin d'œil, wink. It's the gong, and it's not even gong. It's not even necessarily Chinese. It can be from any other, many other Asian countries. بس الجونج هيدا it's a reward. نحنا we have it as a reward to some customers. يمكن بخليك أنت جرب حزار. برأيك أنت إذا زبون يطلع بحقله يدق الجونج شو لازم يعمل؟ لازم يبكي من الحر. لازم يبكي من الحر. أوكي. يعني. ويخلص الخمسة. والله شاطر شايين. لازم يخلص نيفو 5. So إذا العالم اللي بيخلصوا نيفو 5 اللي بياكلوا بيخلصوا نيفو 5. Actually عنا دجا كذا لبناني قطع بهالمطعم وخلص النيفو 5. بحق لهم العالم اللي بيخلصوا نيفو 5 بحق لهم يدقوا الجونج and بنحط لهم صورتهم على الوول اوف سبايس. الوول اوف سبايس اللي هو هيدا. It's still a very shy wall لأنه فتحنا من شي 3 أشهر بس hopefully هيدا أنا حلمي يعني شوفوا لهيدا الحيط مدروس صور. So للإنجريدينتس اللي فينا نحطهم بالمالاس شانغو أول شي المالاس شانغو كيف بنعمله؟ المالاس شانغو هو خليط of a certain number of ingredients بنحط قد ما بدنا ingredients فيه and then we get the dish in a big bowl هلا بتشوفوا كيف يعني we get the dish in a big bowl that we share with each other. بدش واحد we can put 8 10 12 15 20 ingredients إذا بدنا فينا نفس الانجريدينت نحطه كذا مرة كمان. Everyone makes their own mala بنعمل عن جد اللي بدنا اياه وكل ingredients فيه portion 80 90 grams approximately. نحن على المنيو عندنا دائما 18 ingredients precisely. We keep on purpose the list of ingredients short so that we keep things fresh. ومن وقت لوقت منغير ingredients حسب السيزن مثلا حسب كيف تغير السيزن حسب شو عبالنا ندوقكم. So هيك كل ما بتجوا لهون اوقات الانجريدينتس بيكونوا تغير. هلا شو عنا اليوم؟ عنا Allez, on commence avec ombre de bœuf. Notre portion c'est ombre 80 et 90 grammes. T'as la main. En premier, je mets fry tofu. Ça amène un peu de texture de viande, mais c'est vegan. Chou pointu. Champignons shiitake, qui amène un bon parfum dans les plats.
appelé champignon inoki. C'est assez surprenant. Racine de lotus. Brocoli. Et là, nouilles de patates. Le gâteau de riz, c'est assez surprenant parce que quand on fait la cuisson du gâteau de riz, ça devient trop mou et ça absorbe pas mal de sauce. Et là, c'est véritable. On a le bourre? Et on a le bourre. بدنا نوصفك شو بنا؟ يلا تعا سينا هيدا بصير تعفان انتوني مرسي كل كومبليمون مثل الكومبليمون لازم دايما ننتبه انه هيدا سخنة كنت جاية تلقطها على نكزة فهيدا السر انه تنلقط هيك الحلو فيها انه بتهز كيف ما بدنا نولع النار شوفوا يعملوها بهيك بنفتا بك يا بكبيه نو avec pied avec les mains d'abord on allume la bouche on met un petit peu dedans une cuillère de pâte à ail ça ouais de l'ail ouais on laisse tranquille okay. Sans oeil on met la sauce il faut que mélangez bien la sauce d'abord كله ضب على بعضه شربتهم كل شغله من المكونات عملت فرق ان كان الرز ان كان الصويا ان كان النودلز شربوا كل المكونات وصار عنا شيء مثل جاينت سالاد فيها بروتين فيها خضره فيها كل شيء اذا بدكم منيح للصحه او كامل مع طعمات كثير قويه واكيد الحار بالاخر فيكم تاكلون هذا الشيء اللي شايفينه شخص شخصين ثلاثة أربعة وكل ما زادوا الأشخاص كل ما زادوا الشيرينج والمكونات على الغداء عندهم فورميول كل واحد وحده إذا أنتوا جايين أصحابكم من الشغل وما بدكم تكونوا عم بتقعدوا بزيت تاكلوا بزيت الصحن وإذا لا جات كبير مرت الماضي جيت لهون وشفت انه صحونه عازمين كتير حلوين جات هيدا مش صحن وهون عندكم كل هيدا لألكم كل الخلطة اللي بدكم اياها من النودلز وكل الانواع واللحمة والجاج والبيناتس بالاخر والحر اكيد بروتين لحمة سمك anything you want موجود بهيدا الصحن يلي هو a complete meal جينا انا ونالك بسطنا كتير لانتروني ساعوا شوي هنجا اذكركم نحنا وين نحنا عند مالابوم عند باتريك عند صاحبنا يلي دقت عنده وقت الكيتشن الدليفري وقت اكلت هول الباوز ترجيته يعمل لي باو اليوم طنش على الموضوع وقال لي ما بيزبط وبدهم تحضير قبل بوقت فبتمنى بالسفر اللي بعد يكون حضر لي باوز لانه عنده باوز روعة هيدا الكونسيبت متل ما شايفينه upscale بس ترندي حلو بس ستريت فود كاجوال بس ايجن وبتفوتوا على محل سان فاسون مثل ما انتو كم از يو ار عندهم فينا نسميه وان ثينج اون ذا منيو نوت تو كومبليكيتد بتحطوا اللي بدكم اياه وبتعملوه على طريقتكم وبالاخر بيجي صحن ذات از جريت فور شيرينج عبالكم تتعرفوا على حدا نجيبوه لهون عبالكم تعملوا بزنس ديل جيبوه لهون لانه القعده هون اتس شيرينج اند كيرينج flavors real deep flavors with a touch of spiciness في طعمات في بهارات أنا ما بتعلم حرقت حالي قبل بمرة وهلا زيت الشيء بتصيروا عم تاكلوا
وعم بتفتشوا شو هن الطعمات؟ شو هن الفليفرز؟ حطلي معلقة حر زغطورة وعم بيحرقوني دينية من الحر. بتحبوا الحر؟ تعالوا تحدوا حالكم، اعملوا كومبيتيشن بين أصحابكم. I love it. من مال في قرشة صغيرة، من مال في هيك شيء بيزحط بين سنين. Beautiful flavors. Beautiful textures actually. It's a very pleasant experience. Maraboum, 11e arrondissement. Jargon. خبرتكم كيف حب اكلها مع الرز. حط رز على جنب وبصير شوية رز، شوية مكونات. رزاتهم طيبين. وإذا تخنقتوا كتير انتو هيدا الشيء ما تستحوا تطلبوا شوكة. Goodbye. تعرفت عليهم من كتير زمان قبل ما تكون البوظة على الموضة بفرنسا، قبل ما يكون بلشت يوتيوب أساساً. أنا غارليك أونينز وبتذكر أن أكلت بوظة بتقدر. أنا غارليكأونينز.com يمكن تكتب بعدني ريفيوز، كتبت لهم ريفيو كتير حلو. وبتذكر هالمحل يلي رجع كبر مع الوقت، قطع فترة ما قرأت، كان سكر رجع فتح. نهار الأحد بيكون في عجقة 100 شخص قدامه نو واي أوقف. وأز اليوم ميل فاي فليفر، واو شو قوية. سوربيت شوكولات فاني كريمي قد ما لازم، شوي هيك هاجن داز ستايل، انتنس فيري ريتش لودد وذ فليفر. اتس ان اذر ليفل اوف ايس كريم، غير شيء. هيك نغمق شوي اكثر. واو الميل فاي شو طيبة. شوكولا مثل ما اكلين شوكولا بحياتكم. انتنس انتنس ريل ديل، ما في سكر. واو وريحته بتعبي المنخار. حتى ننزل بعد اكثر. واز وصلنا على الاخر. هاي الفانيليا، اوف هاي الفاني انتنس. خلينا نسميهم غورمي، خلينا نسميهم اب سكيل، خلينا نسميهم فاين فليفرز. اون غلاس ا باري
سوفينيز من 6-7 سنين ما بعرف. بوزة بنصحكم فيها باريس. شو شباب؟ أهلا 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 أهلا. ناطرين ناطرين ناطرين. ناطرين منيح. سيسباس سيسباس. دورتوا للفرن؟ إيه مش حال. شوف شوف اللي دورتوا عن جد. لا شو بدي في جدول هذا. يلا تيجي. شو تكمل منيح؟ حبيبي. جاي يكوي. شكرا شكرا. تكرم. تعرف شو ناقص شيء؟ بس سبت أحد للبنانية بالذات. عربية فول وحامض وعرانيس. بنيلة. لا لا عرانيس العرنوس. مسيس. غير شيء أصلا مشروع جديد. وبيلقط واحد شو اسمه وكيف إذا خبرنا ملقط وبيصير يطرطق. هيدا الصاج عنا أجرى لبنا يصير محل فلافل. أيوة. بعتقد هيدا أسرع ورشة صارت بتاريخ فرنسا وعدونا يسلمونا على التنتين. دخلنا بعد ساعتين بس مش مشكل. اليوم مع كل الأشخاص عم تساعد بتسلم الورشة. بكرة بناكل هون نقيش. هاي العادية. ايه هيدي الاخوات. وهي الاخوات؟ هي مش اكل منها ولا مرة بعد. من نفس السيخ انتبه. حتى ندوق هيدي الاخوات. هيدي لازم ندوق هيدي. واو. اوف. اكلت انا ووجهي. لا فهمت عليك. تعال انا بمسح لك. واو. عن جد واو. يعني الشاورما سوبر طيبه بس هاي هاي الاخوات هذا. واليوم اليوم وي هاف سبيشال جيست الين جاي تدوق الشاورما وجاي تتعرف وتكتشف الحاره. الين كمكيوم باتشيك مايريك بلبنان عنا اليوم. كنت شبعانة من شوي. انا وجيبي وكلنا كلنا هاي اخوات. هاي كثير منيح بس هاي اخوات. ما بعرف بعد في دجاج عم اهليك. لا هاي بخلصها. هاي كثير طيبه بس مش اخوات. بس كثير 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 طيبه. حديني امبارح قال لي بدي اعمل لك 3 سندويشات. واحد عادي واحد طيب واحد اخوات. هلا فهمت علي. بزيت المكونات بطل الزلمه. قعد رجعنا على الدجاج. ريحه حلوه مش سانخه. حامض ما في توم. تستطعمه بالدجاج. توم مش مغطى على شيء. مش عايز احكي اني واي. فهمتوا علي. انا بحب اكل توم مع الدجاج بس هلا عم باكل الا انتوني بدون توم. وين طعمه الدجاج الحامض الكبيس روعة. اوعى تقفوا. هلو هلو سامي. سالو سامي. صحيفين عم يعملنا زيارة. بتمنى للدكان الاستمرارية والتقدم والانتشار. على فكرة الشباب عم يفتحوا فرن من ايش وزعتر دغري هوني. وفي محل شاورما كاستي كمان جنبه. الثلاث محلات بتاكلوا اطيب اكل لبناني ببيريز. تعالوا كلكم وجربون. ثانك يو سامي. ثانك يو. يلا الزيتات هون من الكوره. شو محله مشكله نفتح بكره؟ اكيد اكيد بكره نعطيكم على الساعه 6 الصبح هون. اها انت جاي تفتح اكيد. شو عملت انت؟ انا ركبت لك اول كرسي. شو عملت انت؟ وهذه عم تركب تسكت.
مصطفى ميرسي عشقة جوا ضجة ما داعي نحكي بس ميرسي على استقبالك من ساعة كل شيء جود لك نحن خلصنا عشاء بعدها بتشتي عند فروغ خليني بس حط الشمسية وخبركن عنهم اوكي اسمه فروغ فروغ اند روز بيف عندهم عدة محلات بفرنسا بيعملوا بيرة مشهورين بالبيرة وربحانين كتير اووردز مش بس هيك عندهم اكل ستريت فود بيناتهم فيشن شيبس جوجل مابس عبالي فيشن شيبس جيبنا لهون كتير مبسوط لانه بعيد 100 متر محل ما نحن كنا فروغ عندهم بيرة روعة بتحبوا الكرافت بير بتحبوا البيرة الانتونس الدارك المرة او غيره هون هيك بيخلص نهارنا بالنهار مش مس سألته لجوجل وقلت له دلني وخبرني وين في محلات ساندويشات طيبين حوالي جوجل دلني على أول واحد اسمه أورتو طلع بعيد 100 متر محل ما كنت واقف تلياني الشباب اللي جوا عم يشتغلوا تليان الخبز المكونات كلها تليانية عندكم مثل ما بتوقفوا على براد القص تبع السوبر ماركت قصلي 100 جرام استاذ قصلي 100 جرام استاذ هون بيقصون بيركبون بساندويشات عم نحكي عن مثل ما شايفين ستراست شاتيلا بالاخر هون جوا الجبنه البيضه غير شكل البارما هام السلامي عندهم بيستو بلاتوم عندهم ساندرا توميتوز اني ثينج يو وونت الياني موجود هون وقصتهم كتير حلوه محل حلو الموسيقى حلوه بشح هات ندوق طعمة إيطاليا ريحة إيطاليا واو الجبنة مش معقول سو كريمي سو ميلكي البيستو بتسفر تحس حالك عم تاكلوا بيتزا على صحن باستا اوف شو زابطة الخبزة اول ما شفتها على الفيترين شفت التسميك قلت اوف بدها تعلق ولا علكت ولا شيء محمصة شوي مثل ما شايفين حتى مش محمرة بس مسخنة مطرية الأغراض اللي جواي بضلهم مسقعين واو فلو حسيته لدرجة انه طلبت ساندويشتين تاني وحدة مورتاديلا على تروف مع صوص تروف مع جبنة ريحة أطيب صحن باستا فيكم تتخيلوا كمية جامبون أو هام أو مورتاديلا قد ما أنتوا بدكم It's so good It's so freaking comfort good. واو. ما بدها شيء واحد يعمل سندويشة طيبة. بيستعملها مكوناتها المظبوط، مظبوطين بحط فيها شوية حب وبتخلص. مش معقول. مكونات العظمة. Simplicity of flavors. رائع. يلا ساندويتشز اراوند مي برمتي بتكفي بس تحتمي بسأل جوجل وبقلع تما تقولوا غيرت رأيي بخبركم خبرية مثل ما هي تلقط فيي قشطني نص الساندويتش قال لي شو عاملين قلت له بدي اكل ساندويشات قال لي لا بنروح ناكل بولي كاكاوات لأنه بعد ما اكلنا بهالسفرة ورايحين ناكل بولي كاكاوات خبرية مثل ما هي Thank you.
طيب هذا الشيء، هذا الشيء شيء كتير جديد، شيء كتير طيب. قرشيت من الرز، أوه باذنجان، هاي برجع 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 أكيد برجع. كسيت عازمين ستيكي بورك اكسبشن كنا قاطعين من هون وشفنا محل بالغلط. هالمحل فتح بأول آب، كتير حلو بيلفت النظر، واسمه أوغي يعني رز أو The Horizon. كل شيء له علاقة بالرز، كل شيء له علاقة بالرز. حتى هولي اللي قلنا أكلت رز، هولي رز. طعمات كتير حلوين، كتير حلوين، flavors عظيمين. حتى هول chips أو أرز أو أرشيت من الرز، كل شيء عنده عن جد واو. القعدة هيك دي كونتراكتيل، قاعدة على الطاولة، خشب خفيف نظيف قريبة من القلب، بالحارة الصينية بامتياز. حد البولي كاكاو تبعنا وعندهم أكل عن جد طيب. عم تسمعوا عم بياكل إيه، أنا عم بحكي وهو مش عم بوقف أكل قد ما مبسوط. هيك بيخلص النهار، فيلم البيت على الساعة 7، بوصل برجع على الساعة 9. هيك بيخلص نهار كتير طويل كتير حلو. اليوم اتشيفمنت الفرن اللبناني، الأصحاب، البرمة، العالم، الناس، الحياة، المناظر الحلوة. دايما في اشي حلوة، دايما دايما الحياة بتعقد. كل يوم عبكرة، كل يوم بيقطع بقول شو حققنا اليوم. واليوم نجاح كتير كبير، تحقيق حلو، ناس حلوين. ما عارف شو بدي اخبركم. بكره فل، ما بعتقد رح صور شيء. اليوم اخر فيديو بريز، نهار بترجع على بيتي غير الشنط ونرجع منقلع سوا ابتداء من نهار الاحد بسفره جديده على كندا. 20 يوم بكندا، موريال، تورونتو، فانكوفر، لندن وغيرهم من المناطق. Thanks for watching and see you soon. على أساس خلص خلصنا وفلينا، بس آخر ليلة معقول ما نتعشى سوا. فرجعنا ظهرنا تعشينا، تعشينا اليوم عند شخص اسمه جانيت، والأكل رائع. أول شيء الخبزة بتعقد، بوتري توب عن جد مش معقول. عنا باسترامي غير شكل، لحمته كتير منيحة، ما بتعلق، ما بتفوت بين السنين. عنا هوت دوغ بريميوم كواليتي، ريحته وطعمته منا كانت. عنده كمان
شو عنده كمان؟ عنده اللحمة المخزقة رائعة مخلوطة مزبوط مع باربيكيو صوص. كل الخبزات عظيمين، البورشنز حلوين. سعره فيه منه رخيص، 25 يورو على الشخص طلع تقريبا اللي أكلناهم. بس لا عن جد عم نحكي عن American Standard Street Food. حسيت حالي بنيويورك أو موريال أو بهول محلات اللي كتير معروفين واللقمة كتير طيبة. لكن هالمرة عن جد بيخلص النهار، وطالما ألان معنا منودعه ومنقول له منلتقى فيك بالسفرة اللي بعدها، الله راد ومرسي على كل شيء والله يقويك ومبروك. اليوم قلت لك مبروك بلا ما أنت تكون بتستاهل كل خير، وإن شاء الله هلأ مش كل ما أجيبك تفتح شيء. يلا good night.